السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأرجو الاشتراك في القناة. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا شديدا بعد الكلام المخيب للآمال من محمد أبو جبل نجم المنتخب المصري في برنامج معكم منى الشاذلي، ووصفه البعض بأنه إنسان مغرور ولا يوجد عنده أي نوع من الذكاء، وعبر البعض الآخر عن غضبه الشديد من الإعلامية منى الشاذلي بسبب سؤالها لمحمد أبو جبل عن الحالة الاجتماعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.